الرئيس السيسي يبحث تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بمصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان. رئيس مجلس الوزراء يفتتح مجمع الخدمات تحيا مصر بسيدي عبد الرحمن ويؤكد أنه يعتبر نموذجاً حضرياً لخدمة المواطنين. فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحطة زابوريجيا النووية وموسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن قصف جديد للمحطة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع ببلورة التعاون المشترك مع اتحاد شركات كابيلوزوس اليونانية للكهرباء لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة الذي يخدم ليس فقط مصر واليونان لكن يخدم أيضا القارتين الإفريقية والأوروبية. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع ديمتري كابيلوزوس رئيس اتحاد شركات كابيلوزوس اليونانية للكهرباء، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ديمتري كابيلوزوس رئيس اتحاد شركات كابيلوزوس اليونانية للكهرباء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض التعاون لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين، حيث أعرب رئيس اتحاد شركات كابيلوزوس عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الماضية بقيادة سيادته من إنجازات في البنية الأساسية للدولة، خاصة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مدة زمنية قياسية، مؤكداً تطلعه لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة على أرض مصر التي تتمتع بثراء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الربط الكهربائي مع اليونان، خاصة في إطار التحديات التي تواجه أوروبا حالياً في مجال الطاقة. وقد استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عناصر مخطط التعاون مع الجانب اليوناني لإنتاج 9.5 جيجاوات من الكهرباء من طاقة الرياح والشمس في مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين، وذلك بعد أن أصبحت مصر تمتلك بنية أساسية حديثة في مجال الكهرباء وفق استراتيجية وطنية متكاملة الأركان من محطات إنتاج وخطوط نقل وشبكات توزيع وتحكم ضمنت استدامة تأمين الإمدادات الكهربائية لكافة ربوع الدولة، وكذلك فتحت آفاق إقامة مشروعات الربط الإقليمي الكهربائي. وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في بلورة التعاون المشترك مع الشركة اليونانية لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة والذي يخدم ليس فقط مصر واليونان ولكن القارتين الأفريقية والأوروبية، وترسيخاً لوضعية مصر كمحور ومركز إقليمي لتداول الطاقة بمختلف أنواعها. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مستشفى العالمين النموذجي بالمشروعات العديدة التي حظيت باهتمام كبير، حيث تم إجراء تطوير شامل للمستشفى نظرا لأهميته كصرح طبي يقدم الرعاية الصحية المتكاملة لقاطني وزائري محافظة مطروح والعاملين بمختلف المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة الساحلية. وخلال تفقده لمستشفى العالمين النموذجي بمدينة العالمين، افتتح مدبولي وحدة الرنين المغناطيسي الجديدة التي تم إمدادها بأكبر وأسرع أجهزة الرنين مؤخرا، ثم افتتح رئيس الوزراء وحدة قسطرة القلب والقسطرة التداخلية بالمستشفى التي تم تشغيلها مؤخرا.
كما شهد رئيس الوزراء افتتح مجمع تحيا مصر للخدمة الحكومية والاجتماعية والشبابية بالتعاون مع شركة إعمار بقرية سيدي عبد الرحمن بحضور رجال الأعمال محمد العبار واللواء محمد أمين وعدد من الوزراء. وخلال الافتتاح أكد مدبولي اهتمام الرئيس بالمشروعات الخدمية والتنموية التي ينفذها صندوق تحيا مصر، مشيرا إلى أن الدولة قادرة على تكرار نموذج هذه المشروعات في كل أنحاء الجمهورية التوازي مع العمل الجاري بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الحقيقة يوم سعيد جدا ان انا يعني بشرف بصحبة زملائي المعالي الوزراء، وطبعا سيادة اللواء محمد امين مدير صندوق تحيا مصر، السيد محمد العبار رئيس شركة اعمار مصر، والحقيقة العديد والسيد محافظ مطروح النهاردة، عشان الحقيقة نتفقد اعمال التطوير الشامل اللي بتتم في قرية سيدي عبد الرحمن كنموذج يعني شديد التميز للشراكة ما بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. الدولة ممثلة بكل أجهزتها، المجتمع المدني طبعا صندوق تحيا مصر، يعني هذه المؤسسة العملاقة يعني الحقيقة اللي النهاردة بقت ليها أيادي بيضاء في كل ربوع مصر، وأيضا طبعا القطاع الخاص ممثل في شركة إعمار مصر والعديد من شركات القطاع الخاص المصرية اللي بتساهمت في تطوير هذا الصرح الكبير جدا اللي احنا النهاردة بنتفقده، مجمع الخدمات، مجمع خدمات تحيا مصر في قرية سيدي عبد الرحمن. الحقيقة النموذج يعني على أحدث مستوى مما يمكن أن تكون عليه مجمعات الخدمية، وهنا يمكن مش فقط مجمع خدمات حكومية، يعني الحقيقة أنا يعني دخلت وشرفت بتفقد العديد من المباني النهاردة هنا، مجمع الخدمات الاجتماعية، مجمع الخدمات الوحدة المحلية نفسها، الحقيقة ورش للصناعات اليدوية اللي بتتميز بيها أهالي مطروح. شفنا طبعا العديد من الخدمات، البريد، الشهر العقاري،
المجمع التكنولوجي للخدمات الخاصة بالوحدة المحلية، الحقيقة بالإضافة إلى مجموعة من المنافذ السلعية والتجارية اللي موجودة. الحقيقة كل ده بتصميم على أروع ما يكون، والنهاردة بقت بتتقدم خدمة لأهالي مطروح وفي قرية سيدي عبد الرحمن بالتحديد، ولكن بقت بتخدم أعتقد مصر كلها. يعني أي مواطن مصري النهاردة موجود في الساحل الشمالي بقى بيقدر إن هو يستفيد من كل هذه الخدمات. الحقيقة أنا بنتهز هذه الفرصة إن أنا أوجه كل الشكر والتقدير طبعاً لي يعني زملائي في الحكومة، ولكن يعني شكر خاص جدا 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 لصندوق تحيا مصر، واللي طبعا هذا الصندوق الحقيقة يعني أداة تنفيذية يعني مميزة جدا للعديد من المشروعات اللي تخص المجتمع تنمية المجتمع المحلي، والعديد من المشروعات العملاقة اللي يعني تبناها هذا الصندوق العظيم. وأيضا شكر لشركة إعمار مصر وكل الشركات اللي الحقيقة ساهمت في بناء هذا الصرح العملاق اللي إن شاء الله بنتمنى أن يتم تكراره وتعميمه على كل محافظات مصر، لأن ده الحقيقة نموذج حضاري على أعلى مستوى. وإن شاء الله يمكن أنا لسه مع زملائي الوزراء هنتفقد بقية المشروعات الخدمية اللي موجودة سواء في مجال الصحة والتعليم والرياضة، شباب والرياضة. يعني الحقيقة العديد من الخدمات اللي موجودة النهاردة واللي هنشوفها كنموذج بإذن الله الدولة المصرية قادرة إنها تكرره في كل ربوع مصر. إحنا عندنا المشروع العملاق مشروع حياة كريمة اللي بيتنفذ على مستوى قرى الجمهورية، ولكن هذا أيضا نموذج جديد ومتفرد في المناطق الحضرية اللي ممكن إن إحنا نكررها إن شاء الله. بشكر حضراتكم جميعا. واصل مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولته بقرية سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين بمحافظة مطروح، التي تشهد افتتاح عدد من مشروعات التنمية المستدامة بها، والتي قام بتنفيذها صندوق تحيا مصر بالشراكة مع شركة إعمار مصر. ومن أبرز المشروعات التي تفقدها رئيس مجلس الوزراء المدينة الشبابية الرياضية بقرية سيدي عبد الرحمن، ومكتب للتوثيق بمجمع الخدمات الحكومية بالقرية، ومجمع المدارس الجديدة والمطورة، ووحدة طب الأسرة والطفل. وخلال تفقده لمشروعات قرية سيدي عبد الرحمن، زار رئيس الوزراء ومرافقوه مدرسة تحيا مصر الابتدائية التي تم بناؤها وتجهيزها بواسطة صندوق تحيا مصر في إطار تنفيذ المجمع التعليمي. شارك رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي في أعمال المؤتمر السنوي 11 لرؤساء البرلمانات الإفريقية المنعقد في جنوب إفريقيا. وخلال كلمته أكد رئيس مجلس النواب أن أزمة تفاقم تهديد الأمن الغذائي تعد في صدارة الاهتمامات للقارة الإفريقية، لكونها تشكل تهديدا وجوديا للشعوب والمجتمعات الإفريقية، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم والمعونة للأشقاء الأفارقة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي الإفريقي. التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر نظيره اليوناني الذي يزور مصر حالياً. تناول اللقاء العلاقات العسكرية المصرية اليونانية المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كونستانتينوس فولوروس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء العلاقات العسكرية المصرية اليونانية المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات في مجال الدفاع والأمن والسلم من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه البلدين في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط. كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لدعم علاقات التعاون في مجالات التدريب والتأهيل، بما يمثل خطوة لدعم علاقات التعاون ونقل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن التعاون العسكري بين البلدين يهدف إلى تشجيع السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط يتطلب التعاون المشترك والدائم فيما بين البلدين. من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية على أهمية استمرار التنسيق بين مصر واليونان في المجال العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، معربا عن تطلعه لمزيد من التنسيق بما يلبي المصالح المشتركة للجانبين في ضوء العلاقات الوطيدة بين مصر واليونان. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكري اليوناني بالقاهرة. تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر معهد المهندسين العسكريين لحصوله على المركز الأول على مستوى المعاهد التعليمية للقوات المسلحة في نتائج المرور على المعاهد العسكرية، وذلك في إطار المتابعة الدورية والمستمرة التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للمعاهد والمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة. ونقل الفريق أسامة عسكر تحياته وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وتهنئة المعاهد المتفوقة، كما كرم المتميزين من المعاهد التعليمية الحاصلة على المراكز الثلاث الأولى، مشيدا بالكفاءة العالية والأداء المتميز الذي وصل إليه تلك المعاهد والتي تؤهلهم لبناء أجيال متعاقبة من الضباط القادرين على دعم مسيرة العمل والتطوير داخل القوات المسلحة. نظمت القوات المسلحة احتفالية لتخريج دفعة 54 للملحقين الدبلوماسيين، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية لتنمية وتطوير أدائهم في مختلف التخصصات. نظمت القوات المسلحة احتفالية لتخريج الدفعة 54 للملحقين الدبلوماسيين، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية لتنمية وتطوير أدائهم في مختلف التخصصات. بدأ الاحتفال باستعراض ومناقشة البحث الجماعي للدورة، تلا ذلك عرض تقرير نجاح الدورة والموقف التدريبي، تضمن ما تم تنفيذه من برامج تدريبية وتأهيلية ومراحل إعداد بدني حصل عليها الدارسون خلال فترة تدريبهم بالكلية الحربية. وألقى أقدم الدارسين كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لما لمسوه من رعاية واهتمام وما اكتسبوه من مبادئ وخبرات راقية خلال دراستهم بالكلية الحربية التي تعد من أعرق الصروح العلمية الرائدة للعسكرية المصرية. وأعلن كبير معلم الكلية الحربية نتيجة الدورة، وتم توزيع شهادات التخرج وتكريم الخريجين وتبادل الدروع. ووجه السفير علاء حجازي مساعد وزير الخارجية خلال كلمته الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة لإتاحة الفرصة لعقد الدورة التدريبية للملحقين الدبلوماسيين بالكلية الحربية، مشيرا إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الخريجين في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة الدفاع عن مصالح مصر في الخارج وتمثيلها خير تمثيل. كما ألقى اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للخريجين والحضور، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة في كافة المجالات العسكرية والمدنية. العمل السياسي والقوة العسكرية متلازمين، ما تقدرش ان انت تشتغل سياسة فقط بدون ما يكون عندك قوة رادع وقوة يعني تجعل العالم ينظر اليك باحترام وتقدير، وبالتالي ده كان يمكن المبدأ الأساسي لدفع
القيادة السياسية بأن هي تفكر فعلا في تنفيذ هذا البرنامج. أنا أعتقد أنه هو مفيد جدا، ويمكن من سوء حظنا إحنا يعني ناس كبار في السن أن إحنا لم نتعرض لمثل هذا البرنامج في شبابنا، ولكن أعتقد أنه هذا الموضوع أعتقد هيكون مفيد جدا للأجيال القادمة، وهيفيد الدبلوماسية المصرية، وهو بيصب في النهاية في الأمن القومي المصري وفي العمل السياسي الخاص بجمهورية مصر العربية. والله احنا دايما بنقول ان هو الدبلوماسي لابد ان تتوفر فيه بعض المواصفات، اهمها هي الصبر والجلد. واحنا يعني النهارده الدوره دي بقى بتخلق لنا نوع من البعد في الدبلوماسي اللي هو الدبلوماسي المقاتل، الدبلوماسي الذي يقاتل من اجل مصالح بلده ومن اجل تدعيم مكانتها وصورتها في الخارج. احنا قضينا هنا 6 شهور كانوا فتره تعايش فعال مع اشقائنا واخواتنا في الكليه الحربيه، عرفنا فيها أكتر عن مؤسسة القوات المسلحة وإزاي بيتم إعداد الفرد المقاتل، وتعلمنا برضو بعض المهارات الأساسية اللي هي تكون ضرورية في حياتنا الدبلوماسية، زي قوة التحمل، زي التعامل مع المتغيرات، العمل تحت ضغط. على المستوى المعرفي التجربة بشكل عام كانت مفيدة جدا، وساهمت أنها ترفع ثقافتنا وتزود معلوماتنا. على المستوى البدني فالدورة يعني طبعا بفضل طوابير اللياقة اليومية ساهمت أنها ترفع كفاءتنا البدنية، وكمان على المستوى المهاري الدورة ساعدتنا أن احنا نكتسب أو ننمي مهارات مهمة جدا لأي دبلوماسي، زي الانضباط، القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، مهارات القيادة، إدارة الوقت. دوت هيكون هيساعدنا جدا، مش لازم فقط في الحياة الدبلوماسية من بعد، ولكن الحياة الشخصية ذات نفسها برضو في الجانب التعليمي والمواد التعليمية اللي احنا تعلمناها، الجانب العسكري يكمل لنا العمل الدبلوماسي بتاعنا، يكمل لنا الشق السياسي عند تحليل أي من الأحداث اللي بتحصل حاليا. فبالوقتي في نوع من التاريخ العسكري، في الفكر الاستراتيجي العسكري، كل المواد دي تساعدنا ان احنا نقدر لما نيجي أحلل قضية معينة وتساعدني في عمل الدبلوماسي القادم، يبقى عندي الوجهتين اللي أقدر أحلل بيهم واللي أنا أقدر أقدم بيهم توصيات لصانع القرار ان احنا نقدر ننفذ عملنا الدبلوماسي بشكل اكمل وجه من خلال ترابط العسكريه والدبلوماسيه مع بعض. وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 511 قضية تمونية بمضبوطات بلغت 208 أطنان. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 39 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 154 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 717 قضية، من بينها 185 قضية خبز ناقص الوزن و180 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفة التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 25 طن أقمح محلية. نظمت وزارة الداخلية عددا من ورش العمل تحت عنوان دور الجهاز الحكومي بمواجهة مخططات إسقاط الدول، في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي لدى كافة فئات المجتمع. إدراكا من وزارة الداخلية لأهمية المشاركة في تنمية وعي المجتمع ضد مخاطر الشائعات ومخططات إسقاط الدولة، تواصل الوزارة تنظيم ورش عمل تدريبية تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول، حيث نظمت أكاديمية الشرطة عددا من ورش العمل تحت هذا العنوان بمقر مركز بحوث الشرطة لكوادر المجلس القومي للمرأة والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، وبمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في هذا المجال. الندوات دي بتبقى مفيدة جدا لنشر الوعي المجتمعي باللي بيحصل في البلد. كلمة الشرطة يعني بتساهم مساهمة كبيرة جدا في نشر الوعي والانتماء لمصر وكل طوائف الشعب المصري. بشكر طبعا وزارة الداخلية لأنها يعني فكرت في أنها بتنسق ورش عمل مهمة بالحجم ده، خاصة مع كثرة
أو بعض النداءات التي تنادي بالتخريب أو بإسقاط الدول، ليس في مصر وحدها ولكن في دول كثيرة. أعتقد أن الوعي هو أهم سلاح المصريين محتاجينه في الفترة دي، علشان يقدروا يعرفوا إزاي يحموا بلدهم وإزاي يعني يدافعوا عن نفسهم وهويتهم وعن ولادهم ومستقبلهم. في تقديري وفي نظري أن هذا التوجه شديد الأهمية، وهو مؤشر ومعيار كبير لثبات ورسوخ خطوات الدولة المصرية على سبيل البناء وتحقيق لقضية الجمهورية الجديدة، وخطوة على سبيل بناء الوعي عند المصريين. تناولت ورش العمل عددا من الموضوعات المتعلقة بمفهوم حروب الجيل الرابع وآليات هدم الدول من الداخل واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبث الشائعات وإثارة الرأي العام وجهود الدولة المصرية لإحباط المخططات التي تحاك لإسقاط الدول. المحاضرات قيمة جداً، اتكلمنا فيها على مجموعة من الأمور المختلفة زي حروب الجيل الرابع اللي هي أخطر حاجة، الحرب النفسية وحروب الشائعات، وإزاي إن أنت تقتضب حد من الجمهور وتدخله فكرة في دماغه وتأثر عليه. أنا عن نفسي استفدت كتير جدا وعرفت معلومات كتير قوي مهمة وهتفيدني في شغلي، لأن احنا بنتعامل مع المرأة المصرية في كل المحافظات. وتسهم تلك الورش في رفع الوعي لدى كافة الفئات المشاركة فيها لما يحاك ضد الدول وكيفية التصدي للشائعات، وهو ما أكد عليه المشاركون الذين أشادوا بالدور التوعوي لوزارة الداخلية والذي يعد امتدادا لدورها الأمني. فعلا الجهاز الحكومي للدولة لازم يكون كل فرد فيه على علم بمخططات إسقاط الدولة، وإن إزاي نقدر نواجهها سواء من خلال عملنا في الجهاز الحكومي أو من خلال تواجدنا في مجتمعاتنا وفي أسرنا وفي أي مجتمع نتواجد فيه. ورشة العمل كانت أكثر من رائعة، أكثر من متحدث، اتكلموا في موضوعات كلها مهمة، كان في معلومات كتيرة غايبة عننا عرفناها، نقدر إن شاء الله نوصلها للأجيال ونوصلها وخاصة للشباب، نوصلها أكتر وأهم حاجة للأم، عشان الأم هي اللي بتقدر تدي التوعية الأكتر لأولادها ولأسرتها. الورش التدريبية التي عقدتها وزارة الداخلية للتوعية بمخاطر إسقاط الدول شارك فيها العاملون بالجهاز الحكومي والنقابات العمالية وطلاب الجامعات المصرية والمؤسسات الصحفية والإعلامية، وهي مستمرة لرفع الوعي بين كافة فئات المجتمع والحفاظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية. واصلت حركة الملاحة بقناة السويس انتظامها وسجلت التقارير الملاحية اليوم عبور 57 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.4 مليون طن. ووجه رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكدا على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازمة للتعامل باحترافية مع حالة الطوارئ المحتملة. وأشار ربيع إلى نجاح الهيئة في التعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ في دفة إحدى السفن العابرة للقناة وهي ناقلة الوقود إيفنتي. من جديد نجحت هيئة قناة السويس في إثبات القدرة المصرية في إدارة القناة التي تعد واحدة من أهم ممرات حركة التجارة العالمية، بعدما تمكنت وخلال وقت وجيز من إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود أفينتي بعدما جنحت بسبب عطل فني بدفة السفينة تسبب في فقد القدرة على توجيهها وجنوحها. وكعادتها في سرعة الاستجابة الفورية، شكلت هيئة قناة السويس مجموعة عمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم الدفع بخمس قاطرات وقسم الإنقاذ للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة. وأعادت ناقلة الوقود إلى الأزهان نجاح هيئة قناة السويس في تعويم سفينة الحاويات إيفر جيفن التي جنحت في المجرى الملاحي للقناة في مارس من العام الماضي، حيث بذلت الهيئة جهودا كبيرة من أجل تعويم السفينة، وهو الأمر الذي لاقى استحسانا كبيرا من الجهات الدولية. قناة السويس تعتبر همزة الوصل بين
مراكز الإنتاج ومراكز الاستهلاك، فهي تربط بين دول الشرق الأقصى والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، وتوفر ما بين 8 إلى 11 يوماً أمام السفن المارة من الشرق الأقصى إلى أوروبا، بالمقارنة بما ستستغرقه إذا ما أخذت الخط الملاحي التقليدي المار بطريق رأس الرجاء الصالح. وبافتتاح قناة السويس الجديدة في عام 2015، فقد عظمت البلاد من قيمة ومكانة قناة السويس، حيث ساهم ذلك في تقليص فترة العبور إلى نحو 11 ساعة إضافية. ومن المميزات الأخرى لقناة السويس التي لا تقل أهمية عن تقليص المدة الزمنية لعبور السفن أنها أطول قناة ملاحية في العالم، وحركة الملاحة فيها تتعاقب ليل نهار، وهي مهيئة لعمليات التوسيع والتعميق كلما لزم الأمر لمجابهة ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن، فضلا عن أنها مزودة بأحدث شبكات الرادار والكمبيوتر ليكتشف ويتابع حركة السفن على طول القناة، ويتيح بذلك إمكانية التدخل في أوقات الطوارئ. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن بعض خبراء الوكالة سيبقون بمحطة زابوريجيا النووية بعد مغادرة البعثة. وأوضح غروسي أن بعثة الوكالة أجرت تقييما أوليا للموقف داخل المحطة، مشيرا إلى إجراء البعثة تقييما أوليا للموقف داخل المحطة النووية الأكبر في قارة أوروبا. By the Ukrainian regional military commander here about that and the inherent risks, but weighing the pros and cons and having come so far, we are not stopping. We are moving now. We know that there is an area, as you know, the so-called gray zone, where the last line. أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها تعتمد على زيادة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية للمساعدة في وقف تجاوز الحكومة الأوكرانية. وأضافت زاخاروفا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة من الجانب الروسي لإتمام زيارة فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا. نعتمد على زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية للمساعدة في وقف تجاوز الحكومة الأوكرانية. لقد تم اتخاذ التدابير اللازمة من الجانب الروسي لإتمام زيارة فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا. إننا نتعامل مع هذه القضية منذ 3 أشهر بعد أن نسقنا الرحلة في 3 يونيو الماضي وتشكيل المهمة ووقتها والمسارات وما إلى ذلك. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الجنرال بات رايدر أهمية ضمان سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية. ورحب رايدر بوصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا الواقعة جنوب أوكرانيا، داعيا في الوقت نفسه روسيا لتمكين فريق الوكالة من دخول المحطة والقيام بعملها بدون أي معوقات تذكر. إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا النووية، وأن القوات الأمريكية لن تشارك في الحرب الدائرة في أوكرانيا. Again, to the best of our knowledge, we do continue to see sporadic. أكد المستشار الألماني أولاف تشولز أن ألمانيا ستجتاز على الأرجح الشتاء المقبل دون أزمة حتى إذا أوقفت روسيا إمداداتها من الغاز. وأوضح تشولز أن بلاده ستعتمد على الغاز المخزن لديها وستحصل على مزيد من الشحنات من النرويج أو الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، مجددا إعرابه عن دعم بناء خط أنابيب للغاز عبر فرنسا إلى بقية دول أوروبا. Michael Gorbatschow ist
تراجعت العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ 24 عاما مقابل الدولار، وانخفض الين بنسبة 73% مسجلا 140 ينا للدولار الواحد، لتخسر العملة اليابانية أكثر من 20% من قيمتها منذ عام. وبلغ التضخم في اليابان إلى أعلى مستوى سنوي له في يوليو إلى 2.4%. ارتفعت الأسعار بمتاجر المملكة المتحدة بأعلى وتيرة منذ 2005 على الأقل. أعلن اتحاد التجزئة البريطاني عن ارتفاع مؤشر أسعار المتاجر إلى 5.1% بأغسطس، حيث سجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا مستويات يوليو البالغة 4.4%، بدافع من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.3%. التاسعة متواصلة مع حضراتكم وتتابعون فيها. في تطور جديد، تايوان تعلن إسقاط أول طائرة مسيرة دخلت مجالها الجوي، والصين تواصل مناورتها في المحيط الجزيرة. أكد الرئيس العراقي برهم صالح والسفير الفرنسي لدى بغداد إريك شوفاليه أهمية التعاون المشترك فيما يتعلق بمختلف التحديات العالمية. وأوضح بيان للرئاسة العراقية أن اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وأيضا التأكيد في التعاون على مختلف التحديات العالمية مخصوصا مكافحة الإرهاب في الفكر المتطرف والتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي وحماية البيئة ومواجهة أزمة التغير المناخي. نفت خلية الإعلام الأمني بالعراق وقوع اضطرابات أمنية بمحافظة البصرة، وأوضحت الخلية أن القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم في حادث قتل بمركز المحافظة، موضحة أن الأوضاع الأمنية مسيطرة عليها وأن الموقف هادئ تماما مع انتشار القوات الأمنية. أفادت وكالة رويترز بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعتزم تعيين الدبلوماسي والوزير السنغالي السابق عبد الله باثيلي مبعوثا خاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، وتتعين الموافقة بالإجماع في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة على تعيين باثيلي مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا، وإذا لم تكن هناك اعتراضات فستتم الموافقة على تعيين باثيلي غدا الجمعة. رحب رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بتعيين الولايات المتحدة سفيرا لها لدى السودان بعد انقطاع استمر 25 عاما. وأكد البرهان لدى تسلمه بالقصر الجمهوري أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الجديد لدى السودان جون جودفري أهمية تطوير العلاقات بين الخصوم وواشنطن، معربا عن أمله في أن يمثل تعيينه قوة دفع جديدة لمسيرة العلاقة بين البلدين. Very pleased to present my credentials as an American to the Republic of Sudan, and I.
introduce my colleagues from the American Embassy. أنا سعيد جدا ليكون السفير الأمريكي الجديد في السودان منذ أكثر من 25 سنة. أنا فرحان لفرصة عمل في السودان ولفرصة فهم السودان وثقافته وشعوبه بشكل أفضل. وصولي هون يعكس التزام الولايات المتحدة لتعزيز وتعميق العلاقات بين الشعب السوداني من جهة والشعب الأمريكي من جهة أخرى. نتمنى وصراحة نتوقع أن نرى على المدى القريب تأسيس حكومة جديدة بقيادة مدنية في سياخ الحوار الشامل الذي يدعم جميع الأطراف السياسية السودانية بما في ذلك القوة الداعمة للديمقراطية. عقدت اللجنة الثلاثية للمكون العسكري في السودان مع كتلة التوافق الوطني اجتماعا مشتركا برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان رئيس اللجنة الثلاثية الفريق أول محمد حمدان دقلو، ويأتي ذلك في إطار المشاورات التي يجريها المكون العسكري مع الأطراف السياسية في الساحة السودانية. وشهد الاجتماع بحث سبل توحيد المبادرات المطروحة على الساحة السياسية وصولا لتوافق وطني يفضي لتكوين هياكل ومؤسسات للفترة الانتقالية. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 53 طائرة عسكرية وثمان سفن تابعة للبحرية الصينية بمناطق حول جزيرة تايوان. أشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى اختراق 14 طائرة صينية الخط الوسطى بين الجزيرة والصين، موضحة أن هناك 10 طائرات مقاتلة وأربع قاذفات مقاتلة صينية حلقت عبر الخط المتوسط لمضيق تايوان، ذلك في أعقاب إعلان الجيش التايواني إسقاط طائرة مسيرة مجهولة دخلت المجال الجوي قرب جزيرة متآخمة لساحل الصين. أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تطور من قدراتها العسكرية اللازمة للدفاع علنا عن مصالحها الأمنية المشروعة. وأوضحت الخارجية الصينية رفضها بشدة استخدام أي دولة حرية الملاحة ذريعة لتقويض سياسة بلادها وتعريض أمنها للخطر، مشددة على أنها تتمسك بسيادة دفاعية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول من أنباء بشأن صدور قرار بهدم مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الثقافة والتي شددت على أنه يجري حاليا العمل على تطوير المسرح استعدادا لانطلاق الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر وحتى 3 من نوفمبر المقبل. انطلقت اليوم في مدينة شرم الشيخ فعاليات ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يمتد لثلاثة أيام بمشاركة 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية. يناقش الملتقى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية وتأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي، كما سيبحث مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئ عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها. قال الأمين العام للبريد المصري أحمد منصور إن البريد المصري والقطاع المصرفي يشاركان بمواجهة الجرائم المالية ومكافحة غسيل الأموال. وأكد منصور أنه لابد من تكاتف الجهود في هذا الصدد. شاركة البريد النهاردة في مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بيأتي من دور البريد المصري المتطور دائما، واللي جه مع تطوير استراتيجية البريد المصري في التواجد في القطاع المصرفي. هذا الفضل في ده إلى دكتور شريف فاروق طبعا رئيس مجلس إدارة البريد المصري، اللي كان توجيهاته إن احنا نكون دائما موجودين في القطاع المصرفي بقوة. ويمكن التحديات اللي بيلقاها القطاع المصرفي حاليا في العالم كله من التكنولوجيا الحديثة والتطورات الحديثة ومجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بيحتاج مننا أن احنا نكون على إطار من التعاون
مع كل الجهات المصرفية علشان يكون في شبكة قوية جدا لمواجهة أي احتمال لغسل أموال أو لتمويل الإرهاب. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أبو الفتوح التابعة لمركز كفر البطيخ ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال مدير مديرية الصحة بدمياط السيد عبد الجواد إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. ضمن مبادرة حياة كريمة موجودين في عزبة أبو الفتوح التابعة لمركز كفر البطيخ. القافلة العلاجية من أهم المبادرات أو الخدمات الصحية اللي تقدمت في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد انضمامها لمبادرة حياة كريمة. القافلة العلاجية بتمثل الجزء الصحي للمبادرة الرئيسية. القافلة العلاجية بتستهدف الأماكن الأكثر فقرا واحتياجا للخدمة الصحية واللي بتبعد عن أقرب مستشفى مركزي بمسافة لا تقل عن 15 كيلو متر. القافلة العلاجية بتقدم العيادات التخصصية. عندنا النهاردة 12 عيادة تخصصية إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة. عندنا كمان عيادة الكشف المبكر. عندنا كمان المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل. عندنا الأشعة العادية والأشعة بالسونار. كل الفحوصات دي بنوفرها علشان نسهل على الطبيب الأخصائي الموجود اتخاذ القرار السليم تجاه المواطن. قسم معلومات من أهم الأقسام الموجودة في القافلة، لأن بنتخذ عليه القرارات الصحية القادمة. المريض بعد ما بيسلم تذكرته للصيدلة احنا بنستلمها وبنسجل البيانات بتاعته، بنسجل ما فيها من علاج وتحاليل، ولو في مثلا أشعة، لو في تحويلات للمستشفيات. في نهاية القافلة بنجمع الداتا ديت وبنتخذ عليها بعد كده القرارات الصحية للمنطقة. وعن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة التاسعة. نعم، الأخبار الاقتصادية مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا رغدة أبو ليلى، شكرا أمير العقدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لقطاع الصناعة وتوفر كذلك الدعم الكامل له. وخلال اجتماعه مع وزيري المالية والتجارة والصناعة، أشار مدبولي إلى أن هناك تكليفا واضحا بالتنسيق بين الوزارات المعنية لمتابعة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع وكذا متابعة عمل منظومة الإفراج الجمركي. كما شدد مدبولي في هذا الإطار على ضرورة إسراع الخطى في ملف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في عملية التصنيع. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تنسيق وتكامل الجهود والخطط بين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية المصري. وخلال لقائه برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رامي الدكاني لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في سوق الأوراق المالية المصرية، أوضح مدبولي في هذا الإطار أن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية ضمن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة، وذلك في إطار تنفيذها للتكليفات الرئاسية بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي، والتي تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتصل إلى 65%.
إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، بينما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والعربية نحو الشراء، وخسر فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق ما قيمته 5,400,000,000 جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 679.8 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت ما قيمته 1.5 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ففتح مؤشر إيجيكس 30 عند مستوى 9,998 نقطة متراجعا بنسبة 62% ليغلق عند مستوى 9,936 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 عند مستوى 2,200 نقطة منخفضا بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2,165 نقطة. كما فتح مؤشر إيجيكس 100 عند مستوى 3,153 نقطة متراجعا هو الآخر بما نسبته 34% ليغلق عند مستوى 3,107 نقاط. في أسواق العملات، تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19.17 جنيها للشراء و 19.27 جنيها للبيع، وسجل اليورو 19.17 جنيها أيضا للشراء و 19.29 جنيها للبيع. أما بالنسبة إلى الجنيه الاسترليني، فقد وصلت قيمته إلى 22.17 جنيها للشراء و 22.31 جنيها للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.22 جنيها للشراء و 5.25 جنيها للبيع. وأخيرا الريال السعودي، والذي وصلت قيمته إلى 5.10 جنيها إلى الشراء و 5.13 جنيها للبيع. استهلت الأسهم الأوروبية شهر سبتمبر بتراجع شديد، لتنخفض بذلك لأدنى مستوياتها في 7 أسابيع، وذلك بسبب زيادة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والزيادات الحادة في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم القياسية. هذا وقد تراجع مؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 1.8% مع انخفاض أسهم جميع القطاعات، ليغلق المؤشر على انخفاض لليوم الخامس على التوالي. هذا وقد انخفضت أسهم قطاع التعدين والمنكشف على الصين ب 3.8% لتقود الخسائر الأوروبية مع تراجع أسعار المعادن، بينما تعرضت أسهم السلع الفاخرة لضغوط كبيرة. بهذا مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. نعود من جديد لاستكمال ما تبقى في هذه النشرة مع أميرة ورغدة. شكرا لك مصطفى. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي، حيث تشهد عاصمة الولاية جاكسون أزمة في المياه الصالحة للشرب بعد تعطل المحطة الرئيسية لمعالجة المياه. وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير أن هذا الإعلان يسمح لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق جميع جهود الإغاثة التي تهدف إلى التخفيف من المعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة. So the announcement is an important step to getting updated COVID vaccine boosters, which we expect to provide additional protection against the variants of COVID circulating in the U.S. I have a few things at the top. For everybody, okay. والآن مشاهدينا، فمع الأخبار الرياضية، عودة مرة أخرى إليك مصطفى. شكرا أميرة وشكرا رغدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ولكن هذه المرة في مجموعة من أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. اختتم المنتخب الوطني للناشئين استعداداته لمواجهة نظيره المغربي غدا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب تحت 17 عام والمقامة في الجزائر. كان منتخب الناشئين قد تأهل إلى دور الثمانية بعدما تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط.
تأهل المنتخب الجزائري للناشئين إلى الدور نصف النهائي بالبطولة كأس العرب تحت 17 عام بعد فوزه على نظيره التونسي بضربات الترجيح بواقع 3-1. كان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليلجأ بعدها المنتخبان إلى ركلات الترجيح والتي ذهبت لصالح الجزائر. أعلن نادي بيراميدز عن تجديد تعاقد حارس مرمى الفريق أحمد الشناوي حتى عام 2025. واستطاع الشناوي والذي انتقل إلى صفوف بيراميدز قادما من الزمالك في صيف 2018، استطاع أن يشارك مع بيراميدز في 11 مباراة بالموسم المنقضي منذ عودته من الإصابة. أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن التعاقد مع حارس المرمى مارتن دوبروفكي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء قادما من نيوكاسل يونايتد. وخاض الحارس الدولي السلوفاكي مارتن دوبروفكا أكثر من 125 مباراة في الدوري الإنجليزي خلال المواسم الخمسة الماضية، بينما خاض نحو 29 مباراة دولية مع منتخب بلاده. I would describe myself as a vocal person on the pitch, trying to help the players with my organization. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار الكرة والملاعب. نعود لاستكمال ما تبقى من جديد مع رغدة وأميرة. شكرا لك مصطفى. اختتمت أمس فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، واستمرت الفعاليات على مدى أسبوعين تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة، وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا. في تظاهرة فنية راسخة ومتنوعة جاء الحفل الختامي لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 30 بين جدران محكى القلعة بكوكبة من إبداعات ساحر النغم الموسيقار عمر خيرت. حاجة جميلة جدا يعني ما شاء الله، وحاجة حلوة يعني، حاجة ممتعة وحاجة جميلة جدا. والله المكان جميل جدا والأسعار رمزية والناس بتجيله من كل مكان. حلوة جدا ومبسوطة جدا بجد أن أنا موجودة معاكم، والمكان بصراحة حلو جدا وأسعار مناسبة لكل الناس، والمكان حلو ومفتوح، مبسوطة بجد. أنا بحضر المهرجان ده من سنة 2002 من وأنا لسه في تانية إعدادي. المكان ده أحلى مكان في الدنيا. مجموعة من الألوان الإبداعية الجادة قدمها مهرجان القلعة على مدار 42 لوحة غنائية موسيقية تتوافق مع خطط تحقيق العدالة الثقافية وجذب الجمهور بمختلف فئاته وبأسعار تذاكر مناسبة. المكان جميل جدا طبعا، الجو هنا يعني رائع، غير ان احنا الحفلات اللي هي ممكن تبقى غالية في اماكن تانية هنا بأسعار مناسبة كويسة ان احنا ممكن نقدر نيجي. حاجة جميلة قوي ان احنا جينا اصلا حضرنا حاجة زي كده وبالسعر دون وبالجو دون، حاجة جميلة قوي ان احنا لقينا حاجة زي كده اصلا، فاهمني؟ المهرجان نفسه بالناس دي كلها الفنانين والحاجات دي حاجة حلوة قوي، انا مبسوطة منها. والحمد لله وشكر يا رب ان احنا عندنا في مصر وفي بلدنا الامن والامان اللي موفر لينا ان احنا نقدر نيجي ونشوف الحاجات الجميلة دي. المهرجان طبعا تحفة، وانا تالت حفلة جيها بصراحة جميل جدا. يأتي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء كأحد أهم المحافل التي تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ونجح منذ ميلاده عام 1990 في تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني. رامي محمد، التلفزيون المصري. وعن آخر أخبار الطقس من نشرة التاسعة، نعم عودة مرة أخرى إلى مصطفى مزار. شكرا من جديد رغدة أبو ليلى، وأخيرا شكرا لك أمير العقبة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا البلاد الجمعة طقس حار رطب نهارا على القاهرات الكبرى والوجه البحري وكذلك على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وكذلك الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 33 درجة والصغرى 25، ويكون الجو في القاهرة حار. في الأسكندرية 30-23 يكون الجو فيها حار، في مطروح 29-23 ويكون الجو فيها مائل للحرارة، في بورسعيد 30-25 ويكون الجو فيها حار، في الإسماعيلية 33-24 ويكون الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 33 درجة والصغرى 24، يكون الجو فيها حار. في العريش 30-23 يكون الجو أيضا فيها حار، في طابة 36-27 يكون أيضا الجو فيها حار. أما عن شرم الشيخ فدرجة الحرارة العظمى 40 درجة والصغرى 30 ويكون الجو فيها شديد الحرارة، وفي الغردقة 37-28 ويكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 42 درجة والصغرى 28 ويتسم الجو بشدة الحرارة. في أسوان 43-30 ويكون أيضا الجو فيها شديد الحرارة، في الوادي الجديد 39-29 ويكون الجو أيضا فيها شديد الحرارة. أما عن شلاتين ف 35 درجة العظمى والصغرى 26 ويكون فيها الجو حار، وأخيرا في حلايب 34-26 درجة ويكون الجو فيها حار. الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يبحث تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان. رئيس مجلس الوزراء يفتتح مجمع الخدمات تحيا مصر بسيدي عبد الرحمن ويؤكد أنه يعتبر نموذجا حضاريا لخدمة المواطنين. فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة ذابوريجيا النووية وموسكو وكييف يتبادلان الاتهامات بشأن قصف جديد للمحطة.
انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع هدير أبو زيد. مساء الخير هدير. مساء الخير عليكم يا رغدة وعليك أميرة، ويسعد مساكم. ويعني بنشكر كل صناع نشرة التاسعة على دايما يعني التألق في تقديم يعني آخر الأخبار دائما. كل التوفيق إن شاء الله. أشكركم وأستأذنكم نبدأ برنامج التاسعة.